مرحبا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء من الصف السادس، معكم المعلمة فادية أبو فرحة من مدارس الجنان الدولية. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الدرس الأخير من وحدة نشأة الدولة الإسلامية، والدرس هو فلسطين في عهد الخلافة الراشدي. إذا درسنا لليوم هو فلسطين في عهد الخلافة الراشدة، وإن شاء الله رح نحقق الأهداف التالية: 1- توضيح الأحداث التي واكبت الفتح الإسلامي لفلسطين. 2- تفسير اهتمام المسلمين بفتح فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص. 3- تلخيص مضمون العهدة العمرية. 4- وصف أوضاع فلسطين في ظل الحكم الإسلامي. نلاحظ الخريطة التالية ونستنتج، فهي تتحدث عن موقع أهم المعارك التي حدثت في فلسطين زمن الخلافة الراشدة، وهي معركة أجنادين، حيث وقعت معركة أجنادين قرب قرية عجور بين بيت جبرين والرملة. حدثت هذه المعركة في عام 634 ميلادي 13 هجري، وكانت هذه المعركة في شمال غرب مدينة الخليل، وبالتحديد في منطقة التقاء سلسلة جبال الخليل بالسهل الساحلي الفلسطيني. ننظر إلى الأسئلة التي تقع تحت الخريطة. موقع معركة أجنادين بالنسبة لفلسطين: تقع معركة أجنادين قرب قرية عجور بين جبرين والرملة، شمال غرب مدينة الخليل، وبالتحديد في منطقة التقاء الخليل بالسهل الساحلي الفلسطيني. السؤال الثاني: القرى الفلسطينية المحيطة بموقع المعركة. من أهم القرى المحيطة في موقع المعركة هي بيت جبرين وعجور والرملة وعمواس. ننتقل الآن لنتعرف على أحداث معركة أجنادين والأطراف المتقاتلة وأهم نتائجها، حيث حدثت معركة أجنادين قرب قرية عجور بين بيت جبرين والرملة عام 634 ميلادي 13 هجري، وتحديداً في شمال غرب مدينة الخليل في منطقة التقاء سلسلة جبال الخليل بالسهل الساحلي الفلسطيني. ويحيط بموقع المعركة العديد من الخرب الأثرية، منها جناب الفوقة وجناب التحتة. وفي عام 1948 سيطر المحتل الصهيوني على المنطقة وقام بهدمها وتشتيت سكانها ونهب حجارتها وآثارها، وأقام عليها العديد من المستوطنات. أرسل الخليفة أبو بكر الصديق جيشاً بقيادة عمرو بن العاص لفتح فلسطين، وساندته قوات أخرى بقيادة خالد بن الوليد، والتقت مع قوات البيزنطية في معركة أجنادين. وفاق جيش الروم جيش المسلمين عددا وعدة، وانتهت المعركة. إذا نتيجة المعركة انتهت بانتصار الجيش الإسلامي وهزيمة الروم. وشاركت مجموعة من النساء المسلمات في هذه المعركة مثل خولة بنت الأزور، التي أظهرت بسالة وشجاعة كبيرة، خاصة بعد أن حررت شقيقها ضرار ومن منعه من أسر الروم. وترتب على هذه المعركة نتائج، أهم نتائجها: 1- أنها أول نصر هز بلاد الروم وملأ الرعب في قلوب جنودهم وحطم هيبتهم. 2- شكلت أول واقعة تمنح المسلمين الخبرة العملية في مقاتلة الروم. 3- مهدت لانتصار المسلمين في اليرموك، فانطلق المسلمون لاستكمال فتوحاتهم بعزيمة وثبات وخبرة، فحرروا مدن طبرية وغزة ورفح وسبسطية وعمواس ويافا وعسقلان، ولم يتبقى سوى مدينتي القدس وقيصرية في قبضة الروم. لنتعرف الآن على فتح القدس زمن الخليفة عمر بن الخطاب، حيث توجهت قوة إسلامية بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح نحو القدس وحاصرتها مدة 4 أشهر. فحصن النصارى داخل المدينة فقطع عنهم المسلمون الإمدادات، وعندما يئسوا وأيقنوا الهزيمة طلب بطريرك المدينة صفرونيوس الصلح على أن يحضر الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه لاستلام المدينة وعقد الصلح. وسار الخليفة إلى بيت المقدس بعد أن استشار أصحابه عام 636 ميلادي 15 هجري، ودخل بيت المقدس وتسلمها من البطريرك صفرونيوس، ومنح النصارى الأمان، وصلى بالقرب من كنيسة القيامة. وكان هدفه بأنه لم يصلي داخلها حتى لا يتخذه المسلمين مكانا لصلاتهم. وبني في المكان الذي صلى فيه الخليفة عمر فيما بعد مسجد عرف باسم مسجد عمر بن الخطاب.
ومن أبرز أعمال عمر بن الخطاب بعد استلامه لمدينة القدس كانت العهدة العمرية، حيث أطلق مفهوم العهدة العمرية على عهد الأمان الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل إيليا، والمقصود بإيليا هنا القدس، عندما دخلها فاتحاً عام 636 ميلادي، أمنهم فيها على كنائسهم وممتلكاتهم، وأعطى أهلها حق إقامة عباداتهم وشعائرهم الدينية. لذلك تعد العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين، وأقدم وثائق في تنظيم العلاقات بين الأديان، وتجلى ذلك في أنها تعبر هذه العهدة عن أصالة التسامح الديني الذي لا نظير له في تاريخ الحضارات من جانب، وعلى المكانة التي تحظى بها القدس من جانب آخر. وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية في فلسطين في العهد الراشدي، فلقد اتسمت فلسطين في العهد الراشدي بتطور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم هذه الأنشطة الاقتصادية كانت الزراعة التي كانت تعتمد على مياه الأمطار، أما المناطق المروية فكانت قليلة المساحة، ومن المحاصيل التي كانت تزرع منها البندورة والبطاطا والذرة وقصب السكر والبرتقال. أما الثروة الحيوانية فهي متنوعة، وكانت تعتمد على تربية الأغنام والجاموس والبقر والخيل، كما عرفت فلسطين تربية النحل وصيد الأسماك. أما في مجال الصناعة فقد اشتهرت بصناعة الخزف والزجاج والفخار والأقمشة والأصبغة والصابون والبسط والحصر، ولا سيما في مدينة القدس ونابلس وطبرية وغزة. وازدهرت كذلك التجارة سواء كانت داخلية داخل حدود فلسطين أو خارجية، والمقصود فيها بين فلسطين والدول المجاورة، واشتهرت في تلك الفترة أسواق القدس والخليل. ننتقل إلى النشاط التطبيقي، نبحث ونكتب في الجدول اسم المحصول ومنطقة زراعته في فلسطين. في عندنا في العمود الأول المحصول، في العمود الثاني مناطق زراعته في فلسطين. طبعا أنا أرفقت لكم الإجابة النموذجية، فالموز يزرع في أريحة، والعنب في الخليل، والزيتون في نابلس، والبرتقال في حيفا، والفراولة في عكا. بتمنى إنكم تدونوا الإجابة النموذجية على الكتاب. ننتقل الآن لحل الأسئلة والسؤال الأول. أكمل الفراغ في الجمل الآتية: ألف، حدثت معركة أجنادين قرب قرية عجور الفلسطينية. ب، قائد معركة أجنادين هو عمر بن العاص. جيم، فتحت مدينة القدس زمن الخليفة عمر بن الخطاب وعلى يد القائد أبو عبيدة عامر بن الجراح. دال، من النساء المسلمات اللواتي شاركن في معركة أجنادين هي خولة بنت الأزور. ها، حاصرت القوات الإسلامية مدينة القدس مدة 4 أشهر. السؤال الثاني، أحدد موقع عجور الجغرافي. تقع عجور بين بيت جبرين والرملة شمال غرب مدينة الخليل. السؤال الثالث، أعدد النتائج المترتبة على معركة أجنادين. من أهم نتائجها أنها أول نصر هز بلاد الروم ودب الرعب في قلوب جنودهم وتم إفشال مخططاتهم، ومنحت المسلمين خبرة عملية في قتال الروم والتمهيد لانتصار المسلمين في معركة اليرموك. السؤال الرابع، أعرف المقصود بالعهدة العمرية. المقصود بالعهدة العمرية هي عهد الأمان الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل إيليا عندما دخلها فاتحاً عام 636 ميلادي، أمنهم فيها على كنائسهم وممتلكاتهم، وأعطى أهلها حق إقامة عباداتهم وشعائرهم الدينية. السؤال الخامس، أصف الحياة الاقتصادية في فلسطين زمن الخلافة الراشدة. طبعا الإجابة موجودة صفحة 86، والتي تتحدث على أهم الأنشطة الاقتصادية التي مورست في فلسطين زمن الخلافة الراشدة، ومن أهمها الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية. وبهيك بنكون أنهينا درسنا فلسطين في عهد الخلافة الراشدة. الله يحميكم وإلى اللقاء.